السلام عليكم، معكم الفارس. ان شاء الله تكون بخير وعافية. اليوم بيكون كيف تمسح حدث 2013. بس قبل ما نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك، ويلا نبدأ. طبعا هذا الحدث وراح اوريكم الان طريقة سهل مسح، جدا سهلة. طبعا في البداية بنطرح غولم في الجهة اليمين مع ساحر للتنظيف، غولم في الجهة اليسار مع ساحر للتنظيف، ونطرح على طول القفز علشان يقفزوا الغوالم، ونطرح بقية الغوالم بعد ما نطرح القفز، ونطرح السحرة وبنطرح واحدة غضب علشان يكون الجيش أسرع، ونطرح القفزة الثانية. بعد ما نطرح القفزة الثانية بنطرح بقية السحرة مع الدعم، وبنطرح الغضب عند البيت بحيث نقدر ندمر هذا المربع بالكامل بأسرع طريقة. بعد ما تدمر البقعة بالكامل هذه، خلاص إذا شفت الغوالم تفرقوا في جهة والبيكة في جهة، اعرف إن المسح مضمون، ما عاد يحتاج شيء. طبعا بيبقى عندنا هذه رمية السهام وهي التسلة الموجودة في الزاوية اليمين. طبعا التسلة هذه مستوى 14، ما هي مستوى 9، التسلة قوية جدا. راح نطرح الرامية تلهيها، مع انها تحتاج بس ضربة واحدة بس كفيلة بانها توفر لنا ساحر، بحيث نقدر نخلي السحرة باكبر كمية بحيث نقدر ندمرها بسرعة كبيرة. مسحنا التصميم بكل سهولة. خلونا الآن نرجع وبس. هذا كان فيديو اليوم، لا تنسونا اللايك والاشتراك. حبكم جميعا ومع السلامة.